وزير كوريين كوزارة دوح برشة سومال لان مدن يوسف اسمان قرس وحالكا سيهد اللير كيتشي دي عيا عرديد كوكو بابيه كولانا در دارمي انعاني وح برشة دو حالكا سكور دمانين بلسا اي حد داون غالين الباب كيدي اوه ريي هذا الذي سينا وحكم دها عرديد تطوريو سكاشك عرديا كبا حسا منفوكا وفريسة دي انتحاك شهدية كبا حيكو سيهد غالي معاملها دوسي سريع جاندي مدن أحمد حاشي فارح وعيسنا هالكاسي كهالي أي أكود إرادي مهمة أيلا ده هاي وقت كأرضي نمضو يصير اللوجو بهن يهي إن أرضي توصف عن وقف أيديستان حلقة أن ير نمضى إسلام مركا أنا كف وجدان تهريب كهالي كي يي أرضي لك حب هذا دوسي يدا يي تام عضة هالدلكا وحانو يري أرضي لك عندها قبل السبوتين أرضي أي أرمانتي صوب مارسي إبرم صوب لاشي وحاليا انا كبقولي دالك لغا بقولي يو سيانا يوغو دمان بايدا هذين بضاها ايو كودا ماذين دال يرتيني وسروفيانك وسارد عفماتك سومال لان مدن حسن داهر دمبيل ايا كولا دردارمي ارداد اينا كفو غادان مسيبة تهريبكا يدو او دوان دال ير ادو بدن ايو كو مندين بادا وحانو كولا دردارمي ارداد اينا كودا دالان وحبرشادا ايا سيد اي دالكودا او هرمرين لهايين qarkamida ardayda dugsiga si sare ee Gandhi ayaa iyaguna halkaas ku soo mardhigay masraxiyad ka tarjumaysa qiimaha waxbarashadu leedahay iyo cawaaqib xumada ka dhalata tahriibka ay dhalinyartu bariyahan dambayl ku dhaqaaqeen maxamed haashi cilmi oo ka tirsan siyaasiyinta rugcadaaga ee reer Soomaaliland oo isaguna halkaas hadal ka jeediyay ayaa ka sheekeyay taariikh waxbarashadu ay soo martay iyo in jiilka maanta jooga uu ka nasiib badan yahay jiilkii hore waxaanu inta maxamed haashi ku daray in aqoonyahan ka lagu magacdaray iskuulkan oo ah Yusuf Ismaaciil Samir Gandhi oo kamid ah aasaasayaashii waxbarashada Soomaaliland isla markaana ay haboon tahay in taariikhdiisa la barto waxa iyaguna halka ka hadlay qaar ka tirsan madaxda jaamacadaha gaar ka loo leeyahay oo dhamaantood ardayda kula dardaarmay inay waqtiga ka faa'iideystaan kana dheeraadaan inay naftooda halaagaan